بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتقدم للأمة الإسلامية كافة وللأمة الجزائرية وولاية سعيدة خاصة بأحر التماني، سائلا من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يحفظنا وأن يجعلنا في ميزان حسناتنا وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمال صالحة، وأن يكون عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية عامة وعلى الأمة الجزائرية خاصة، وأن يرزقنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. بمناسبة عيد المبارك نقول عيد مبارك للأمة العربية والشعب الجزائري وخاصة السكان سعيدة، نقول لهم عيد مبارك، كل عام وانتم بخير ويعاد علينا بالصحة والخير إن شاء الله لهذه البلاد، ونتمنى إن شاء الله الخير لهذه البلاد إن شاء الله. مناسبة طيبة اللي هي عيد الفطر، نتمنى لجميع المسلمين الصحة والعافية، ونتمنى للبلد إن شاء الله الاستقرار والهناء والرخاء. شكرا. ورب العالمين يكون عيد سعيد إن شاء الله للجميع. نطلب رب العالمين للبلاد يحفظها، نطلب ربي لسلكنا من هذه العاصفة. نتقدم بأحر التهاني إلى كافة القائمين على المسجد المشرفين المسجد، وخاصة الأئمة سي بومديان والحاج محمد، وأقدم تهاني الخالصة إلى ولاية إلى كافة سكان ولاية سعيدة وعلى عرسهم السلطات المحلية. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. كل عام طالع العيد يكون عليكم بالهنا والصحة وتعودوا بخير، والأمة الإسلامية كلها قاطبة. نتقدم بأخلص وأطيب تهاني لكل الجزائريين ولكل الأمة العربية المسلمة، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. عيدكم مبروك كل سنة وأنتم بخير، ويعود علينا العام الجاي إن شاء الله بالخير والهنا والسعادة لكل المؤمنين والمؤمنات والجزائريين والجزائريات.